اهلا بحضراتكم من جديد، وضيفنا في البرنامج ضيف عزيز على قلبي الحقيقه، صديقي الدكتور يسري الصفتي، طبيب الفم والاسنان، عضو الجمعيه الاوروبيه لتقويم الاسنان. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا استاذ علي. دكتور منورنا في الاستوديو الحقيقه، وشرف لينا ان حضرتك تكون موجود معانا. الله يخليك يا استاذ عماد. الله يحفظك. في البدايه، ونحن في زمن الكورونا، كيف تتعامل مع كورونا في علاج الاسنان يا فندم؟ السؤال ده مهم جدا يعني، بس هو بوجه عام دكاتره الاسنان بوجه عام يعني بيتعاملوا مع الموضوع ده يعني قبل الكورونا كمان مع اي مريض يعني باحتياطات جامده جدا، وانفكشن كنترول يعني عندنا في العيادات بيبقى عالي قوي. طبعا مع الكورونا احنا بنحاول ننقل ده بقى او نحسسه للمريض عشان يبقى مطمن يعني، ده اهم شيء، لكن هو اساسا بيبقى موجود في العياده عندنا، وموجود اننا طبعا الجلافز والماسك ده طبيعي اساسا مع دكتور الاسنان طبعا يعني. يا فندم. بيزيد بقى في حاجات دلوقتي بقى ان هو ممكن يلبس مثلا الفيس شيلد اللي هو بيغطي كله طبعا عشان الرذاذ والكلام ده. ده بي يعني مع انها بتبقى مقلقه جدا للطبيب يعني، انها بتبقى صعب ان حضرتك تتحكم في المريض. طبعا يا فندم. بس طبعا بنحاول اننا بقدر الامكان فتره يعني الوقت اللي هو الشغل بيبقى اسرع شويه، التباعد برضو بيبقى يعني على قد ما نقدر، التعقيم طبعا عالي جدا، كل مريض له ادواته خاصه بيه بتتعقم، او في ادوات طبعا حاجات بتبقى لكل مريض يعني. انا بالنسبه للمركز عندي كل مريض اي حاجه بستخدمها بتاعته هو شخصيا، ما بنستخدمهاش تاني، فطبعا الموضوع ده بيدي امان وبيدي راحه طبعا للمريض ان هو بيبقى ما فيش فيه اي مشاكل خالص طبعا، ان هو مطمن، هو نفسيا لازم يبقى مطمن ان المكان اللي هو فيه خايف عليه طبعا. ربنا بس يعدي الايام دي على خير ان شاء الله، وهتبقى كويسه يعني ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. دكتور، طب عايزين نعرف، والمشاهد اكيد عايز يعرف، ايه علاقه صحه الفم والاسنان بصحه الجسم ككل؟ طبعا يعني دي يعني علاقة الفم مهمة جدا. أول حاجة مضغ الطعام ده طبعا مهم في العملية نفسها بتاعت الهضم والكلام دوت، يعني احنا هنتكلم في ان هو يعني اما بناكل والاكل بيتمضغ كويس، ما معظم المشاكل اللي هي بتحصل او مشاكل الجهاز الهضمي بتحصل من ان المريض ما فيش عنده دروس. ما هو الاسنان متقسمة ايه؟ يعني الأسنان الأمامية الضواحك والقواطع والطواحن، يعني بمعنى يعني عشان أبسطها للناس، فالطواحن دي لو مش موجودة خلاص مفيش عملية الهضم هتبقى ناقصة. ففي الحالات دي بننصح الناس إنها لو في حاجة ناقصة أو في دروس ناقصة بيركبها، مش عشان الشكل يعني. ثلاث أسباب لتركيب الأسنان، أول حاجة إننا هناكل، تاني حاجة هيبقى شكلنا كويس، دول مهمين جدا. سبب المهم اتزان الفك، اما بتبقى الاسنان كلها موجوده بيبقى في حاله اتزان للفك، فبيبقى الاسنان بتحافظ يعني في بتحافظ على بعضها. أيوة فهمت. الاتزان ده بيعمل حفاظ على الاسنان نفسها. تمام. طبعا مهم جدا في يعني مهم تواجد الاسنان مهم جدا للثلاث حاجات. أكيد. يعني لو اي واحد عاوز مثلا بيجي لي انا عاوز اركب اللي قدام عشان شكلي، هو مهم، بس لو اللي قدام اللي ورا برضه مش موجود مهم برضه علشان تعرف تاكل، مهم علشان اتزان الفك يرجع تاني وتحافظ على الاسنان بتاعتك. بيحافظ بقى ازاي على الاسنان؟ طريقه الفرشه والمعجون مهمه جدا، لان معظم يعني معظم الناس بتستخدم الفرشه والمعجون غلط يا استاذ عماد. يعني هو يعني هو بس انا بقى كان عندي سؤال ومحضره حضرتك. بما ان حضرتك جبت السيره يعني. غسيل الاسنان بالفرشه والمعجون هو كافي تماما لتنظيف الاسنان، ولا في طرق تانية ممكن ننظف بيها اسناننا؟ والله هو على هو بالوجه العام او الحاله بتاعت الناس كلها هو كافي، بس في ناس بعض الناس ما بيبقاش كافي لان هم عندهم مشاكل. يعني في واحد عنده مثلا مشكله في اللثه وعنده جيوب وعنده حاجات ما عالجهاش، فالاكل بيحصل ترسبات حوالين الاسنان. أيوة. فبيضطر ان هو يستخدم الخيط، يستخدم حاجات تانية ان هو يعمل، لازم ينظف بواقي الاكل دي كويس. أيوة. بس الطريقه الصحيحه لتنظيف الاسنان ما بتبقاش الفكين مع بعض زي ما الناس ما بتعمل كده
يلخبط كله في بعضه. امال ازاي يا دكتور؟ هي بتبقى كل فك على حده. أيوه. بمعنى ان انا بفتح البق كده. ايوه تمام، وبحاول اخد مع اتجاه الاسنان الصف اللي فوق من فوق لتحت والصف اللي تحت من تحت لفوق. تمام. مع اتجاه الاسنان، يعني ما ينفعش حركه تردديه غلط. تمام يا دكتور. يعني سواء على الضروس سواء على الاسنان الاماميه، الحركه التردديه بتعمل ترسبات ممكن تكون جير اسرع من الانسان اللي ما بيستخدمش فرشه. طب بص يا دكتور، انا دلوقتي يعني معانا صور لحالات. تمام. حضرتك محتاجين حضرتك تشخصها لنا، يعني لو الاستاذ المخرج يعرض لنا كده الصور للحالات اللي موجوده معانا الدكتور يقدر يشخص لنا الحالات. ادي اول صوره واول حاله يا دكتور. الحاله دي المريض ده عنده تسوس في الاسنان الاماميه. دي حسب ما يتراءى الطبيب بقى اللي هو المعالج نفسه في علاج الحاله دي. الحاله دي فيها لها طريقين للعلاج. الطريقه الاولى ان هو بينظف التسوسات دي، طبعا لو هي مش واصله للعصب بيحاول يعمل لها الحشوات التجميليه علشان ترجع الاسنان يعني لحالتها الطبيعيه تاني، ويبقى الشكل الجمالي حلو جدا مفيش فيه اي مشاكل. تمام. طب دي اول صوره. الصوره الثانيه ده اللثه تقريبا يا دكتور. ده اللثه طبعا، ده التهاب حاد في اللثه. هو احنا بنبدا بيه عاده بادويه. وبعد كده بنبدا ممكن تتعمل بالليزر، تتعالج بالليزر لو نفرض الطبيب ما عندوش ليزر او كده، بتتعالج جراحي. تمام. وبتتنظف وبترجع. طب كويسة. ودي بيكون ليها خطوره على الاسنان يا دكتور؟ طبعا. ايه خطورتها؟ دي ممكن تخلي الاسنان من عند الجذور يحصل لها تسوسات. طبعا. وممكن تفك الاسنان، بيحصل لها حاجه اسمها موبيليتي للسنان. طب يا دكتور اخر سؤال عن رائحه الفم الكريهه، أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق علاجها. طيب الأسباب كتيرة جدا بالنسبة لرائحة الفم، يعني سؤال مهم قوي قوي. ممكن بعض الناس بتبقى بتهتم جدا بسنانها، فرشة ومعجون وكل حاجة، بس بيقول أنا لما بصحى الصبح بتبقى ريحة الفم مش كويسة، الموضوع صعب بالنسبة لي. فده بيبقى ممكن مشكلة من المعدة، أساسي جدا بيبقى مشكلة من المعدة. طيب عدينا موضوع المعدة وهو بيستخدم الفرشة والمعجون وبرضه رائحة الأسنان فيها مشكلة، بيبقى عنده بعض التسوسات هي غير ملحوظة بالنسبة له، فدي بتعمل برضه معاه مشاكل في الروائح والكلام دوت. تمام. دكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، صباح الخير يا دكتور. خير يا استاذ عماد، صباح الخير للساده المشاهدين وصباح عليكم كلكم. صباح الخير يا فندم وصباح الامل والسعاده على حضرتك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. في البدايه عايزين نطمن من سيادتك على الفنان اشرف زكي بعد اجراءه عمليه جراحيه بالقلب. يا فندم طمنا على الفنان اشرف زكي ووصول الحاله الصحيه لايه دلوقتي يا فندم؟ والله يا دكتور اشرف بخير الحمد لله، دلوقتي هو في فتره النقاهه وحالته في تحسن الحمد لله، وقريب جدا يرجع لنشاطه الجم، يعني لان هو يعني ارهق قلبه دايما كده يعني، فهو هيرجع للارهاق تاني ان شاء الله وربنا يديله الصحه ان شاء الله. يبقى كويس ان شاء الله يا دكتور، يبقى كويس. دكتور عايزين نعرف في زمن الكورونا كيف يبدو المعهد العالي للفنون المسرحيه وما هي اهم الاجراءات الاحترازيه اللي خدها المعهد يا فندم؟ بعد عالي الفنون المسرحية كان قبل الكورونا يعني خلية نحل تعمل أكثر من 20 ساعة في اليوم، لدرجة أن الطلبة ما كانتش بتحب تروح بيوتها، وبعدين فجأة جت الكورونا فتم تعليق الدراسة حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين والأساتذة. طبعا يا فندم. وخلال الفترة دي يعني قمنا بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، يعني عقمنا المعهد العالي للفنون المسرحية المبنى كله من أوله لآخره أكثر من مرة، يعني منعنا أي احتكاك أو أي لقاء مباشر بين الطلبة وما بين المعهد. تمام يا فندم. وأخذت على عاتقي إن أنا أتعامل مع الطلبة بشكل مباشر عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، يعني تمام سيادتك يا فندم، كل مشكلاتهم اليومية الحمد لله. يعني الحمد لله يا فندم. يمكن كان حضرتك منذ توليك منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية كان ليك قرار هام جدا بالدعوة لعقد مؤتمر علمي لطرح القضايا والمشكلات بالنسبة للفنون المسرحية. ما هي أهم المشكلات من وجهة نظر سيادة عميد المعهد العالي للفنون المسرحية؟
والله المشكله الاساسيه وهي الكتابه المسرحيه، النص المسرحي، واحنا عندنا قسم اسمه قسم الدراما والنقد المسرحي معني بهذا الموضوع. ايوه فندم. وتاني مشكلات الاخراج المسرحي في ظل التحديات التكنولوجيه العالميه. وثالث مشكله هي فن التمثيل ما بين الدراسه والموهبه، خاصه في ان احنا بنعيش في عصر فيه دخلاء كتير جدا على مهنه التمثيل. اكيد سيادتك. يعني فكان موعد اجراء هذا المؤتمر كان في هذا الشهر الجاري حسب ما كان مخطط لي قبل تعليق الدراسة. تمام. إلا إن احنا هنأجله، يعني يا إما هنعمله إن شاء الله لو الأمور رجعت يعني لطبيعتها، ولو طولت شوية يبقى هنعمله أونلاين على أعلى مستوى، لأنه ده كان هيشارك فيه ناس من دول عربية أخرى، فمش حابين إن احنا نعمله أقل من المستوى اللي كنا بنتمناه. ده أكيد يا فندم. كان في يعني موضوع تاني حقيقة لا يقل أهمية، وهو السنة دي احنا بنحتفل بمرور 75 سنة على تخريج أول دفعة للمعهد العالي للفنون المسرحية. فكنا هنعمل احتفال كبير جدا، كنا هندعو فيه كل اللي اتخرجوا من المعهد وهم على قيد الحياة، وهيتم فيه تكريم الدفعة الأولى في الثلاث أقسام. ويعني كان هيبقى احتفال مهم جدا، وبرضه ده هيفضل معلق لحين عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى. إن شاء الله يا فندم الأيام ترجع على ألف خير، وسيادتك دايما بألف خير وصحة وسلامة وسعادة. الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، شكرا جزيلا يا فندم. دكتور يسري، كلمة أخيرة من حضرتك للسيد المشاهد تقول لهم إيه؟ قال لهم إن شاء الله الأمور تبقى كويسة بإذن الله. وبالنسبة للأسنان طبعا لتخصصي، مفيش حد يخاف خالص، الدكاترة كلها واخدين بالهم كويس، واخدين بالهم على المريض بتاعهم، واخدين بالهم على نفسهم. طبعا عيادات الأسنان مفيش فيها مشكلة خالص، مفيش حد يقلق، مفيش حد يخاف. إن شاء الله الدنيا ترجع لطبيعتها، واحنا كده كده على سيستم معين، مفيش فيه مشاكل بالنسبه للتعقيم، بالنسبه لكل حاجه، مفيش حد يقلق خالص، ودايما كله يبقى بخير باذن الله. دكتور يسري الصفتي، الطبيب الاسنان الفم والاسنان، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك يا استاذ عماد. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا الاعزاء، بينتهي وقتنا، لكن ما بتنتهيش موضوعاتنا وملفاتنا، على وعد بلقاء يتجدد في الاسبوع القادم في نفس الميعاد. صباح الفل عليكم.